أنا مريضة طالعة من مستشفى اليرموك، من باب المستشفى، والأطفال والطلاب وطلاب الجامعة طالعين مظاهرات يهتفون عاش العراق. جاءت القوات، قوات الجلادين، قوات مكافحة الشغب تضرب الأطفال وتركض وراهم بالشارع وترمينا، لأن أنا واقفة بباب مستشفى اليرموك من خروجي، هتفت معهم وقلت لهم لا تضربوا الأطفال والعراقيين، أنتم عراقيين، هؤلاء أخوانكم، رشوني بالمي الحار. بارك الله